مرحبا ويعطيكم ألف عافية. اليوم إن شاء الله حيكون طبقنا حلو بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وأنتم بألف خير، اللي هو البرازق. طبعا مكوناته كتير سهلة، عندنا طحين، سمنة، سكر، قطر، فانيلا، سمسم، مي، وفي عنا ماء زهر، وهون برضو كمية من القطر مخلوط معاها دبس تمر أو دبس عنب طبعا. وفي عنا فستق حلبي عشان نغلف فيه حبات البرازق. هلا أول خطوة هنعملها، هنحط السميد مع القطر ونخلطهم مع بعض. هأحط شوية سكر من الكمية، هنزل عليهم دبس العنب مع القطر. هأخلطهم في رؤوس أصابعي بهذا الشكل. طبعا السمسم لازم يكون محمص. هأحط عليهم شوية من ماء الزهر. خلص هلا بحطهم على جنب وبنجهز العجينة. هلا بحط السمنة مع الفانيلا، بخلطهم شوي. هلا بضيف الطحين، بخلطهم على سرعة خفيفة أول، بعدين بحمي السرعة شوي. كل شوي برفعها وبكشط الجوانب لأنه السمنة بتصير على الأطراف. هلا هيك اتوقع خلاص، يعني خفقتها تقريبا 5 دقائق. شايفين صارت سهلة طرية وناعمة. هلا بدي ادوب السكر مع المي واضيفه عليها. بحط المي مع السكر وكمية العسل. ماء الزهر ان شاء الله يكون واضح عليكم. بدوبها وبزيدها هون، بكمل عجنها مع بعض. هلا بضيف العسل والمي والسكر اللي دوبناه، نرجع نخلطها. خلاص ما بنخلطها كتير، مجرد انها تماسكت بتكون عنا جاهزة. هلا بدي اخليها ترتاح بحرارة الغرفة ساعة ساعتين وبعدين نشكلها ان شاء الله. هون بنكورهم بعدين بنغطسهم في السمسم وبنحط عليهم الحلبي بهذا الشكل مع الضغط. بعدين بنظبط لها شكلها ونحطها بالصينية. هيك بعد ما طلعتهم من الفرن شوفوا هيك سطحهم لازم يكون. خلاص أخذوا تقريبا 1/3 ساعة على درجة 150.